الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين حديثنا في باب الاضطرار الى الحجه لماذا يلزم وجود حجه لله في الارض سواء كان ذلك الحجه نبيا او وصيه نبي في الاحاديث الماضيه ذكرنا بعض استدلالات واحتجاجات الائمه عليهم الصلاه والسلام وحديثنا اليوم حول الحديث الخامس من هذا الباب من كتاب الكافي الشريف يتضمن حوارا بين زيد بن علي بن الحسين رضوان الله تعالى عليه وبين مؤمن الطاق زيد بن علي بن الحسين خرج مجاهدا وقتل شهيدا وقبل خروجه كان يجمع الاصحاب فاراد ان يستنصر مؤمن الطاق ومؤمن الطاق من خواص اصحاب الامام الصادق هذا الحوار بينهما لكن المهم ان الامام الصادق عليه الصلاه والسلام اقر مؤمن الطاق في كلامه يعني حينما نقل له الحوار الذي دار بينهما الامام اقر ذلك وتقرير الامام لشيء علامه صحه ذلك الشيء لان المعصوم فعله حجه قوله حجه تقريره حجه قوله حجه يعني اذا ذكر حكما شرعيا او ذكر كلاما في اي مجال من المجالات هو معصوم لا يخطئ فلذا كلامه حق غير المعصوم قد يكون كلامه خطأ أو يسهو أو يغلط أحيانا قد يكذب غير المعصوم لكن المعصوم عصمه الله سبحانه وتعالى من الزلل ومن الخلل فهو معصوم من المعاصي ومعصوم من الخطأ أيضا من الغفلة من السهو من الغلط فكل كلامه صحيح مئة في المئة هذا قول المعصوم كذلك فعل المعصوم المعصوم فعله حجة لماذا؟ لأن فعله أيضا صحيح مئة في المئة نحن قد نخطئ في أفعالنا قد نسهو قد نغلط وأحيانا بعض الناس قد يتعمدون ارتكاب المعاصي لكن الله عصم المعصوم فلذلك لا يخطئ لا يغلط لا يسهو لا يغفل لا يعصي فلذلك عمله صحيح مئة في المئة فإذا كان عمله صحيحا مئة في المئة كان حجة نتمكن من ان نجعله دليلا للحكم الشرعي طبعا الفعل ليس له اطلاق ليس له جهه حسب ما يقول الاصوليون لكن القدر المتيقن يكون لنا حجه وكذلك تقرير المعصوم يعني المعصوم اذا سكت عن عمل راه او صدق شخصا في عمله او في قوله فذلك الدليل على ان ذلك العمل جائز او واجب يعني مثلا المعصوم راى شخصا يفعل عملا زين اذا ذاك العمل حرام من تكليف المعصوم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من تف من تكليفه ارشاد الجاهل تنبيه الغافل فإذا رأى شخصا يرتكب عملا إذا كان ذلك العمل محرم هسه ذاك يرتكبه بعنوان معصية فهنا يجب على المعصوم النهي عن المنكر إذا ذاك يتصور أن هذا العمل حلال وهو في الواقع حرام هنا من باب التبليغ إرشاد الغافل إرشاد الجاهل وتنبيه الغافل، يجب على المعصوم أن يبين لذلك الشخص حرمة العمل، فإذا المعصوم سكت، ولم يكن هناك لسكوته عذر، يعني مرة في خوف، في تقية، يخاف من ظالم، زين نقول خوفه أو تقيته سبب سكوته. لكن إذا لم يكن تقيه ولا خوف هنا الإمام يبين ذلك فإذا سكت معنى ذلك أن ذلك العمل صحيح جائز وهكذا إذا أقر المعصوم وصدق شخصا في قوله أو في عمله يعني قال عملك صحيح قولك صحيح فهو معصوم لا يخطئ نحن قد نخطئ يعني نتصور غير الصحيح صحيحا فنصدق غير الصحيح، لكن المعصوم لا يخطئ فلذا لا يصوب إلا الحق ولا يخطئ إلا الباطل، فهذا الحوار بين زيد بن علي بن الحسين رضوان الله تعالى عليه وبين مؤمن الطاق محمد بن علي الاحول المعروف بمؤمن الطاق وهو من ثقات اصحاب الامام الصادق عليه الصلاه والسلام هذا الحوار بينهما نقله الى الامام الصادق والامام الصادق اقره وصدقه في هذا الحوار زين احنا الان نجي نبين فد مقدمه حول زيد ابن علي رضوان الله تعالى عليه زيد بن علي كان من علماء ال محمد صلى الله عليه واله وكان عابدا تقيا وخرج على بني اميه من الروايات يستفاد انه في خروجه كان قد استاذن الامام الصادق هو عم الامام الصادق لكن كان يعلم أن الإمام الصادق هو الإمام المفترض الطاعة حتى لو هو عم الإمامة ليست بالعمر وليست بالدرجات النسبية كالنبوة يعني عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام تكلم في المهد وكان نبياً قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى جعله رسولا ايضا يعني امره بالتبليغ زين وهو ابن ايام يمكن ثلاثه ايام مثلا مضى من عمره الشريف هسه في ذلك الوقت اكو ناس شيب أقرباء مريم كبار النبوة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى وليست بالعمر الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام الإمام الجواد تبوأ الإمامة الظاهرية لأنه هو إمام من ما خلقه حينما خلقه الله نورا قبل أن يخلق الكون الأئمة أئمة لكن حينما نطق بالإمامة بعد وفاة واستشهاد أبيه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، يعني في زمان الإمام الرضا الإمام الجواد إمام لكنه صامت وتابع لأبيه. بعد استشهاد الإمام الرضا نطق بالإمامة. زين عمره تسع سنوات وهذا أثار استغراب كثير من الناس، كيف يمكن شخص بالظاهر عمره تسع سنوات هو يكون اماما علي بن جعفر العريضي رضوان الله تعالى عليه هذا ابن الامام الصادق وعم والد الامام الجواد يعني علي بن جعفر هو عم الامام الرضا عليه الصلاه والسلام وبعد الامام الرضا كان موجودا حيا في زمان امامه الامام الجواد. زين. رجل كبير السن، لحيته بيضاء. دخل الامام الجواد عليه الصلاه والسلام الى المسجد، فذهب اليه علي بن جعفر وقام من مجلسه وقبل يده، وكان يقول له سيدي سيدي. فلما ذهب الإمام الجواد لامه أصحابه أنت عم والده لحيتك بيضاء وهذا ولد لم يبلغ الحلم عمره تسع سنوات مثلا عشر سنوات شنو هالتواضع أمامه فأخذ بلحيته وقال ماذا أفعل؟ إن الله رأى هذا الغلام قابلا للإمامة ولم ير لهذه الشيبة قابلية للإمامة أو كما قال سين الله اختار إمام أنا عم أبو لازم أطيعه ولازم أتواضع له لأنه هو إمامي فعلى كل حال زيد بن علي هو عم الإمام الصادق عليه السلام لكنه يستفاد من الروايات انه استاذن الامام الصادق في الخروج. زين؟ وهذه الروايات نقلها العلامه المجلسي في البحار وفي مراه العقول هكذا يقول. واكثرها يعني اكثر الروايات تدل على كونه مشكورا زيد بن علي وانه لم يدعي الامامه، البعض يتهموه بانه ادعى الامامه، كلا هو يعلم بانه بان الامام اخاه بان الامام اخوه الامام الباقر ومن بعد الامام الباقر الامام الصادق، لذلك لم يدعي الامامه. وانه كان قائلا بامامه الباقر والصادق عليهم الصلاه والسلام، وانه خرج لطلب ثار الحسين عليه السلام وللامر بالمعروف. والنهي عن المنكر وكان يدعو الى الرضا من ال محمد ما كان يدعو الى نفسه يدعو الى الرضا من ال محمد وانه كان عازما على انه ان غلب فوضه الى افضلهم واعلمهم يعني فوض الى الامام الصادق واليه ذهب اكثر اصحابنا بل لم ارى في كلامهم غيره يعني واحد من اصحابنا من العلماء الكبار يجي يذم زيد بن علي معاذ الله كلا لم ارى في كلامهم غيره وقيل انه كان ماذونا من قبل الامام سرا الامام الصادق اجاز له بس قل لا تجهر بذلك الى اخر ما يقوله العلامه المجلسي الامام الصادق هو لم ينهض لماذا؟ لانه الوظيفة اللي كان لابد ان يقوم بها هو نشر العلم. زين نشر العلم لا ينسجم مع القيام بالثورة السياسية او العسكرية في هذه الثورة انت تقتل خلاص بعد ماكو مجال لك لكي لك تنشر العلم. وبعدين تبتلى بقيادة الجيش والارتباطات المختلفة والتخطيط ما تقدر تنشر العلم. مهمة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كانت الاستثمار الفرصة الذهبية بين بني أمية وبني العباس لنشر العلم. لذلك في هذه الفترة أواخر بني أمية كان حكومة كانت حكومة بني أمية متضعضعة متزلزلة. كانوا مشغولين لذا كانت فرصة في المدينة وهي مكان بعيد عن الأزمات السياسية لأن هي مو مكان استراتيجي من حيث تحشيد الجيوش لذا نشوف أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام راح إلى الكوفة لأن المدينة ليست لها صلاحية عسكرية لقيادة الجيوش الكبيرة راح إلى الكوفة ومعاوية كان في الشام لذا مركز القتال والثورة وكذا كان المركز بين العراق والشام المدينة بعيدة سياسيا عسكريا والسلطة ضعيفة فالإمام استغل الفرصة لنشر العلم أوائل بن العباس كذلك بن العباس لسنوات يقاتلون مناوئيهم وأيضا الحكومة ضعيفة جديدة ما متأسسة ما قواعدها قد نفذت فلذلك الإمام استغل هذه الفرصة لبيان العلم لذا إحنا الآن أكثر الأحاديث التي بأيدينا هي أحاديث من الإمام الصادق ومن قبل الإمام الباقر لأن الإمام الباقر أيضا كان في بداية عهد زوال حكم بني, بني أمية وحتى كبار علماء العامة الكثير منهم درس عند الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فإذا أكعدهم شيء من الحق ذاك أيضا مأخوذ عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فإذا الإمام ظرف كان ظرف نشر العلم مو ظرف ثورة ولا ظرف العمل العسكري في الوقت نفسه إذا واحد من الذريه الطاهره يريد يثور بوجه بني اميه اذا كان طالبا للحق وفي ثورته فائده للحق ولاهل البيت فلماذا لا ياذن له؟ هو نفس قيام زيد بن علي بن الحسين عليه الصلاه والسلام هو خدم المذهب الحق كثيرا وايضا ضعضع ضع ملك بني اميه وحتى بني العباس في اسقاطهم لبني اميه استغلوا استشهاد زيد بن علي ابن الحسين واستثاروا عواطف الناس حس ذولاك استفادوا في باطلهم كانوا يريدون ان يش يشيدوا ملكهم لكن المهم كان ان زيد بن علي ابن الحسين رضوان الله عليه هذا بثورته وبقيامه وباستشهاده مهد تمهيدا كبيرا لنشر فكر اهل البيت عليهم الصلاه والسلام بين الناس يعني جذب عواطف الناس الى اهل البيت، وتضعضع ملك بني اميه بذلك او زياده تضعضعه وصارت فرصه مناسبه لهدايه كثير من الناس، فلذلك الامام الصادق كما يظهر من بعض الاخبار اجاز لزيد الثوره ولكن لم يسمح لاصحابه الخاصين ومنهم مؤمن الطاق ليشتركوا في هذه الثوره. ليش؟ لانه ادخرهم للعلم. وهذا من تقسيم الادوار اذا جاز التعبير. الامام الصادق خلص اصحابه ادخرهم لنشر العلم ولكن في الوقت نفسه اجاز لزيد بن علي ان يثور وان يلتحق به من شاء من المؤمنين. وفي حديث أنه يتخطى زيد وأصحابه الرقاب إلى الجنة، يعني الذين استشهدوا معه، أيضا من أهل الجنة حسب بعض الأحاديث الشريفة. عندما زيد بن علي بن الحسين كان متخفيا في الكوفة ويجمع الأنصار، من جملتهم طلب مؤمن الطاق وحاوره في طلب النصرة. هكذا بدأ الكلام هو زيد لعله ما كان يدري أن الإمام الصادق لم يأذن لمؤمن الطاق بالخروج لذا قال قال أنه يا أبا جعفر اللي كنية مؤمن الطاق ما تقول إذا طرقك إن طرقك طارق منا أتخرج معه يعني إذا واحد من الذرية الطاهرة طراقك يعني جاءك بالليل متخفيا لانه كان في زمان الكوفه بيد بني اميه فزيد بن علي كان متخفيا وبالخفاء يجمع الانصار. اذا واحد من الذريه جاء وطلب منك النصره اتخرج معه؟ زيد بن علي قال هذا الكلام لمؤمن الطاق، شنو كان جواب مؤمن الطاق؟ قال اذا ابوك يعني الامام زين العابدين أو أخوك يعني الإمام الباقر فنعم طبعا ما قال لي إذا ابن أخوك الإمام الصادق هذا نوع من الاحترام لزيد أقول له أنه إذا ابن أخوك قال أنا أسمع كلامه بس إذا أنت قلت ما أسمع كلامك هذا لعله هو كلام صحيح ولكن لعله مثلا غير مستساغ اجتماعيا وعرفيا فلذا الهدف أنه إذا إمام معصوم أمرني يعني أبوك مثلا الإمام زين العابدين أخوك الإمام الباقر فنعم. أني يعني مو أنه أخاف من الجهاد لكن أحتاج لحجة شرعية ما أقدر من كيفي أخرج يعني مثلا في زمان الرسول صلى الله عليه وآله هل كان يجوز للأصحاب أن يخرجوا إلى الجهاد بدون إذن الرسول؟ كلا. الغزوات زين الرسول هو يشترك فيها السرايا الرسول كان يبعثها ما عندنا جماعه من عند انفسهم ذهبوا الى الجهاد كلا كلا كان باذن الرسول صلى الله عليه واله في زمان امير المؤمنين كذلك وفي زمان حضور الامام المعصوم الجهاد لازم يكون باذنه مثل ما في زمان الرسول وزمان أمير المؤمنين عليهما وآلهما الصلاة والسلام لازم أنت عندما تخرج إلى الجهاد تخرج بإذنهما كذلك في زمان سائر الأئمة في زمان حضورهم تريد تخرج إلى الجهاد لازم تخرج بإذنهم لأن هذه وظيفة أو كلها الله إلى المعصوم عليه الصلاة والسلام نعم في زمان الغيبة الكبرى مثل هذا الزمان بالنسبة إلى الجهاد الدفاعي ما في كلام بالنسبة إلى الجهاد الابتدائي في كلام هذا الفقهاء ذكروه في كتاب الجهاد تفصيل هناك زين في زمان زيد بن علي بن الحسين الإمام هو الإمام الصادق أذن لزيد في الخروج زين الإمام المعصوم أذن له ما في مشكلة لكن الأحوال يعني علي محمد بن علي مؤمن الطاق هذا لم يكن ماذونا ما اقدر اخرج انا. زيد بن علي قال له اترغب بنفسك عني؟ زين أن أنا الان اريد اخرج للجهاد، انت ما تساعدني خوفا انه تقتل في هذا الجهاد؟ ترغب بنفسك عني؟ ما مستعد تضحي لاجلي واني اريد امر بالمعروف، انهى عن المنكر، اثأر لجدي الحسين عليه الصلاه والسلام. هنا جواب مؤمن الطاق جواب لطيف قال له شوف الآخرة مو بالعواطف بالدين أني أجي أفرط بآخرتي لأجل عاطفة من العواطف يقول أنصر أخاك ظالما أو مظلوما هذا شعار الجاهلية كان زين انت اذا اخوك ظالم وتروح تقاتل المظلوم حميه جاهليه هذه وشم؟ ثم ماذا حميه جاهليه تقودك الى النار خالدا فيها اذا قتلت ذلك المظلوم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها بالنسبه للاخره الانسان لازم يحتاط العاطفه يتركها الحميه الجاهليه يتركها شوف الله شنو يقول لذا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء ماذا قال قال الموت أولى من ركوب العارى يعني إذا الأمر دار بين أنه يصيبك عار أو تقتل خلاص اقتل شرف الإنسان أهم من حياته لكن والعار أولى من دخول النار إذا الأمر دار بين أن يصير عار عليك أو أن تتجاوز الشرع وترفع العار لكن بدخول النار لا لازم ترجح رضا الله سبحانه وتعالى على رضاك أكل بعض يسألون مثلا وهي شبهة كثيرا ما يطرحها المخالفون كيف أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعد يوم السقيفة لم يدافع عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها وهو البطل المغوار مثلا الذي فعل في أحد وبدر وحنين وكذا وكذا فعل ما فعل لماذا لم يجرد سيفه الجواب أولا أمير المؤمنين دافع عنها سلام الله عليها لكن لم يجرد سيفه لأن الرسول والصاح ولو كان أمير المؤمنين يجرد سيفه كانت تصير فتنة داخلية بين المسلمين حرب داخلية ذاك الوقت استوى الرسول اختاره الله إلى جواره بعض القبائل ارتدت بعض القبائل كانت تريد تهجم على المدينة لتقضي على الإسلام والمسلمين من بكرة أبيهم إذا كان أمير المؤمنين يجرد سيفه فتنة داخلية تصير هو يقتل كثير من المسلمين يقتلون ويأتون المرتدون ويحتلون المدينة وينتهي الإسلام خلاص الله أرسل الرسول هداية للناس أجمع إلى يوم القيامة ما أرسل لمجموعة من الناس أنت عندك عاطفة عندك حمية عندك غيرة لكن كلها في طريق رضا الله سبحانه وتعالى إذا الله طلب منك شيء خلاص تتوقف ما تخالف أمر الله سبحانه وتعالى الرسول وصى أمير المؤمنين بأن لا يجرد سيفه نعم ما دون تجريد السيف جاء ودافع عنها وألقى بال... بالذي هجم على الدار ألقاه على الأرض وجلس على صدره ومرغ أنفه بالتراب وقال لولا وصية من رسول الله صلى الله عليه وآله زين أنا عندي نفس واحدة أرغب بنفسي عن النار هسه انت تريد تحرجني تقول ما تنصرني اقول انا مستعد انصرك لو كان هذا النصر يوصلني الى الجنه او لا اقل لا اصل الى النار لكن اذا نصرك يوديني الى النار كلا انت تؤمن تؤمن بالله تترك ابوك اترك ابوك ما يفيدك ابوك يوم القيامه يوم يفر المرء يشرد من كلهم لن تنفعكم ارحامكم يوم القيامة أبوك أخوك ابن عمك عشيرتك ما تفيدك إذا أنت لم تكن قد ائتمرت بأوامر الله سبحانه وتعالى لذا المسلمون كانوا يسلمون يتركون آباءهم يتركون عشيرتهم بل يقاتلونهم الحمية الجاهلية تركوها صارت حمية لله نعم إذا غيرتك إذا حميتك إذا النخوة اللي موجودة فيها رضا لله سبحانه وتعالى أهلا وسهلا لا أقل ليس فيها سخط لله بس إذا ماكو رضا ليكون سخط هم مشكلة لكن إذا صار تعارض بين النخوة وبين الحمية وبين رضا الله أنت لازم تختار رضا الله سبحانه وتعالى قال مؤمن الطاق ل زيد بن علي إذا اللي أمرني بالخروج أبوك أخوك إمام مفترض الطاعة إيه لكن أنا مو مأمور مو مأذون ما أقدر أخرج معك أنت مأذون أهلا وسهلا بس أنا مو مأذون زين زيد بن علي قال لمؤمن الطاق يعني الإمام الصادق ما أذن لك آني والدي الإمام زين العابدين كان كانت له شفقة عليّ. بشفقة كان يطعمني كان يلقمني اللقمة، اللحمة إذا حار يبرده بعدين يعني زين ما قال لي أنه أنت لا تخرج. لم يشفق عليّ من نار جهنم وش أشفق عليك وقال لك لا تخرج هنا في كلام وحوار بين مؤمن الطاق وبين زيد بن علي بن الحسين هذا في تفصيل إن شاء الله نتركه إلى حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين